كان جون سينا في بدايته وتحديداً في العوام 2003 و2004 يقدم شخصية مختلفة عن شخصيته الحالية وهي شخصية The Doctor of Thuganomics، وكانت تجسد الشخصية المكروهة، ومع ذلك أصبحت الجماهير تفضله ليتحول إلى دور البطل المحبوب ويفوز بلقب WWE. ولكن بعد تحوله لشخصية السوبر هيرو الذي لا يخسر إطلاقاً في عام 2005 انقلبت الجماهير عليه، وكانت شخصيته مواكبة لانطلاق تصنيف عروض WWE إلى PG. رغم ذلك كان جون سينا أكبر مساهم في تطور WWE خلال 10 سنوات الماضية ليصبح الاتحاد الأول عالمياً، بل الأول حتى في عالم الرياضة الترفيهية. أنا عبد الرحمن، واليوم راح أقدم لكم كيفية تحويل شخصية جون سينا من المحبوبة إلى المكروهة. ومع تقدم السنوات أصبحت الجماهير ومعها كبار النقاد والمحللين يطالبون بتحويل شخصية جون سينا إلى الشخصية المكروهة. لذلك إليكم أبرز الأسباب لتحول جون سينا لدور الشخصية المكروهة. أولا، توفر أسطورة واسم عملاق يقوم بدور المكروه، وهذا الذي افتقدناه بعد ابتعاد تريبل إتش عن دوره. ثانياً، جون سينا المكروه سيصبح أكبر دافع لتألق النجوم الجدد الذين يقومون بدور المحبوب. ثالثاً، ستكون الشخصية المكروهة باب سريع لأجل تجديد شخصية جون سينا، وقد تلملل الحاصل تجاهه خلال الأعوام الماضية. رابعاً، وجود جون سينا المكروه سيساهم في ارتفاع رتم المنافسة بين نجوم روستر WWE. وخامساً، سيكون جون سينا المكروه هو السلم لارتقاء نجوم WWE الجدد، مثل دور هوليوود هوغن مع سينغ وغولدبرغ أيام WCW. والآن إليكم أنسب طريقة نراها مناسبة لتحويل جون سينا إلى دور الشخصية المكروهة. حيث تعددت في السنوات الماضية نقاط تحول كثيرة، كانت تعتبر أنها مناسبة لأن يتم منها تحويل شخصية جون سينا إلى الشخصية المكروهة، مثل عداوته مع روب فان دام ونجوم ECW، وكذلك عداوته مع نجم هوليوود ذا روك. حالياً في 2017 يخوض جون سينا عداوة مع رومان رينز، وسببها هو أن رومان رينز يرى أن جون سينا أصبح حائق أمامه في تقدمه لتصدر واجهة WWE. لذلك إن أردنا تحويل جون سينا إلى الشخصية المكروهة عن طريق هذه العداوة، فكل ما في الأمر أن نجعل جون سينا يقدم بروموهات بها طابع عدواني تجاه النجوم الجدد الذين يمثلهم رومان رينز. You're gonna try as hard as you can to make it here, and if you ever fail, oh no, it ain't your fault. It's my fault, right? Because I buried you. وفي أول مباراة تجمعهم في نوميرسي 2017، يسرق جون سينا الفوز بطريقة غير نظيفة ليقوم مدير عام عرض رو كيرت أنجل بتحديد مباراة ثانية بين الاثنين، ويجعل نفسه الحكم الخاص للمباراة. وخلال فترة بناء عداوة المباراة الثانية، يستكمل جون سينا تقديمه للبرومات العدوانية، ويتطور الأمر إلى أن يستخدم هذا الأسلوب حتى في ظهوره الإعلامي خارج عروض WWE، حيث يصبح جون سينا يتحدث بشكل مسيء لكبار الأسماء والأساطير مثل ستيف أوستن، شون مايكلز، وذي أندرتيكر. وفي نهاية المباراة الثانية بين جون سينا ورومان رينز، يعتدي جون سينا على الحكم كيرت أنجل، وينفذ حركة الاتيتود أدجستمنت عليه وعلى رومان رينز. وفجأة تنطفي الإضاءة ليظهر The Undertaker وينفذ التومبستون بايل درايفر على جون سينا لتنتهي المباراة بدون فائز. لتنطلق عداوة The Undertaker مع جون سينا ليتم تحديد مباراة بينهم في مهرجان السيرفايفر سيريز، ويكون شرطها أن الخاسر يجبر على الاعتزال. يفوز سينا بالعداوة ويعتزل تيكر، وبذلك تمت صناعة بطل مكروه عظيم قادر على الدخول بعداوات كبرى جماهيرية مع كبار الأساطير مثل The Rock، جولدبرغ، تريبل إتش وغيرهم، وأيضا قادر على الدخول بعداوات مع مواهب شابة مثل سامي زين، سيث رولينز، دين أمبروز وغيرهم. وإلى هنا نوصل لنهاية المقطع. شاركونا آراءكم عن هذا السيناريو وفكرة البرنامج، وأيضا إذا عندكم سيناريوهات ثانية اكتبوها تحت بالتعليقات وراح نطرحها بالحلقات القادمة. لا تنسون دعمنا باللايك والشير والسبسكرايب. نشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم.